أهلا وسهلا بكل أصدقائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة وإن شاء الله رح تكون مميزة من برنامجكم الأسبوعي بكرة إنا. لكل مشاهدينا يلي عم بيتابعونا لأول مرة، دائما بحب أرجع وأجدد فكرة البرنامج. البرنامج بتقوم فكرته على وجود مهنة من مهن المستقبل. هالمهنة بنقف عند إيجابياتها وعند سلبياتها، وأيضا نطرح واقعها داخل الأردن وخارج الأردن. أكيد كل حلقة عنا رح تكون منوعة ومهنة مختلفة عن كل مرة، مشان هيك لحتى نخدم فكرة البرنامج دائما بنحاول نزوده بمجموعة من الكليبات والتقارير، بالإضافة أيضا لوجود فقرة ثابتة معنا دائما بالبرنامج بتحل الجو، وهي فقرة الهوايات أو الموهبة. أصدقائي المشاهدين، قبل ما نتعرف إحنا وياكم على ضيوفنا بالاستوديو وعلى مهنتنا وعلى هوايتنا، خلينا نشوف إحنا وياكم سوا هالكليب السريع عن مجموعة من المهن المختلفة. أصدقائي المشاهدين، دائما احنا ببرنامج بكرة إنا، بالإضافة لوجود مشاهد منتقة ممكن تكون صامتة، كليبات صامتة، بنحب أيضا نزودكم بكليبات ناطقة، وإنما هالمرة عن طريق تقرير خاص بطلعنا على مجموعة من أمال وطموحات عدد من فتية وفتيات المستقبل حول مهنة الغد، منشوفها سوا. جابل أصور مدرب جمباز لأني بحب هاي اللعبة، وكمان إنها تعتمد على اللياقة والمرونة. مهنة التأمين مهنة عجبتني لأنه في إلي معارف كتير يعني بيشتغلوا فيها هاي المهنة، وكل هدول المعارف يعني بنصحوني فيها هاي المهنة. أنا أحب أن أصبح مهندس ميكانيك لأساعد وطني على صنع الطيارات والسيارات. أنا بدي أصير طبيبة أطفال عشان بحب الأطفال وأحميهم من الأمراض. أنا أريد أن أصبح رجل أعمال لأنني أحب الأعمال الحرة. بحب أصير لما أكبر مهندس مدني لأني بحب تخطيط المدن والشوارع. أنا بحب لما أكبر أصير مدرب جمباز لأن هاي اللعبة بتعتمد على اللياقة والمرونة. أنا بحب أصير مذيع تلفزيوني لأني بحب مخاطبة الجمهور. أتمنى أن أصبح في المستقبل عالم الذرة لأنه اختصاص جميل جدا وينفع الإنسان في مستقبله. أحب أن أصبح في المستقبل طيار لأكون سفير متنقل للأردن. أنا بحب أطلع مخرج تلفزيون لأني بحب التصوير. أنا بحب لما أكبر أصير مدرس جامعي. أنا حابة أصير سكرتيرة تنفيذية لأني كتير بحب العمل في أجواء المكاتب، وإضافة إنه السكرتيرة ثقافات عندها بتتنوع، ما بتضمن شغلها ثقافة واحدة، فبفتح لها مجال أكتر لأنها تنوع بالثقافات. أنا بحب أدرس محاسبة لأنها بتدخل في كتير من القطاعات مثل الشركات والبنوك والمؤسسات التجارية. أنا لما أكبر بدي أصير ممثل عشان بحب تقليد الأدوار التاريخية. بس أكبر بحب أصير طبيب بيطرية لأني بحب الحيوانات. إذن أصدقائي المشاهدين، شفنا أحنا وياكم سوا مجموعة متجددة هالمرة من الصبية وأيضا الصبايا اللي عبروا عن أمالهم وطموحاتهم حول مهنة بكرة. يمكن في شغلات كثيرة كانت طموحة كثير كثير عالي، لكن أنا كثير بشجعهم لأنه فعلا أبناء بلدنا دائما بيسعوا لأنهم يحققوا دائما أعلى المراتب في كل شيء. مهنتنا لليوم أصدقائي المشاهدين ما بتقل أهمية عن أي مهنة عالجناها ببرنامج بكرة إنا، وإنما هالمهنة بالعكس يمكن صار في عليها إقبال أكثر هلا نظرا للمردود المادي اللي عم بتدره للشخص اللي عم بيمتهنها، بالإضافة لا الخبرة يلي بيقدر الإنسان يكتسبها من خلال هاي المهنة، وأيضا الطلب عليها عالميا مش بس محليا. يا ترى شو مهنتنا لليوم؟ رح نشوف سوا. أنا حابة أتجه للتأمين لأنه بيعرفني على الناس وبيعطيني دخل منيح. أختي بتشتغل بشركة تأمين، هي مبسوطة كتير بالشركة ويعني ودخلها كتير منيح، ما بتحتاج إنه بابا يساعدها بإشي. مهنة التأمين مهنة عجبتني لأنه في إلي معارف كتير يعني بيشتغلوا فيها هاي المهنة، وكل هدول المعارف يعني بنصحوني فيها هاي المهنة. ففي لها يعني أنا كنت بأمريكا وأكترية الناس بأمريكا، كل أكترية الناس بأمريكا عندهم تأمين لكل إشي هناك،
فعرفت انه هاي شغله مهمه كثير لحياه الانسان، وعرفت لما اجيت لهون يعني لازم الناس هون برضه يكون عندهم تامين، لانه في لها مساعده لهم، وبرضه الواحد يعني له دخل كبير فيها هاي الشغله. اذا اصدقاء المشاهدين شفنا احنا وياكم شو مهنتنا لليوم. مهنه اليوم تتعلق بموضوع التامين. التامين طبعا تطورت دراسته كثير وصار هلا على مستوى جامعي. رح نتعرف اكثر من خلال الفتي والفتيات معنا بالاستوديو على محاور عديده حول هالمهنه. وانما اللي حاب اذكر لكم اياه، كلياتنا بنعرف انه هالمهنه حديثه وعصريه، ما كانت موجوده في القدم، لانه ما كانت كثير الناس تهتم بموضوع التامين على حياتها او حتى على سياراتها، على بيوتهم وعلى أقدامهم. كثير بنسمع عن الرياضيين يلي أو النوادي الرياضية اللي بتأمن على لاعبتها على أقدامهم، والمطربين يلي بيأمنوا على أصواتهم، وأمور عديدة. لكن الممتهن لهاي المهنة بيعرف خفايا أكثر من اللي أنتوا بتعرفوها. اسمحوا لي أصدقاء المشاهدين أرحب بضيوفنا معنا اليوم بالاستوديو، واللي راح ندردش معهم حول مهنتنا لليوم. ونبلش بداية مع السيد زهير عميش. أهلا وسهلا فيك. هو رئيس وحدة أعلى للتأمين، يعمل في قطاع خاص. أهلا وسهلا. معنا الآنسة رولا صبيح، وهي وكيلة تأمين في قطاع خاص. أهلا وسهلا فيك رولا مجددا. أصدقاء المشاهدين، ذكرت لكم في بداية البرنامج أنه دائما معنا فقرة ثابتة بتحلي وبتطري دائما جو البرنامج، وهي فقرة الهواية أو الموهبة. هالمرة رح يكون معنا موهبة نادرة ومحبوبة كتير كتير عند كتير من الناس، وبالأردن كتير صار في تسليط الضوء عليها وإنعاشها. هي الرقص على البالي أو رقص البالي، يعتبر من أحد الفنون الأدائية. اسمحوا لي بداية أرحب بالمعلقة على هاي الهواية رانيا قمحاوي، وهي مديرة دائرة الرقص في مركز الفنون الأدائية مؤسسة نور الحسين. أهلا وسهلا فيك رانيا. أما الموهوبة اللي راح تشوفوها اليوم ضمن عرض خاص راح تقدم لكم إياه عن رقص البالي، هي تالا الدجاني، وأيضا تدرس بمركز الفنون الأدائية. أهلا وسهلا فيك يا تالا. أصدقاء المشاهدين، شريحة من الفتية والفتيات يلي بتمثلكم ورح تقوم بدوركم في طرح الأسئلة، هم مجموعة من الطلبة والطالبات من مدرسة الرائد النموذجية. أهلا وسهلا فيكم، قدمونا اليوم باقة من الورد لبرنامج بكرة إنا. بشكرهم كتير وإن شاء الله رح يكون الحوار معكم كتير حلو. اسمحوا لي إذن أصدقاء المشاهدين أرجع مع ضيوفنا الرئيسيين، وأسأل السيد زهير بداية عن سبب اختيارك للعمل في مجال التأمين إجمالاً. هو بالواقع زي ما تفضلتي ست رولا، التأمين في الأردن مؤخرا بدأ بتطور وتطور الهائل جدا، وأصبح لدى معظم شرائح المجتمع الأردني وعي تأميني. وسبب في الواقع لامتهاني هاي المهنة، وجدت أنه أنا بقدر أقدم خدمات للمجتمع الأردني اللي أنا بنتمي إله، وبالتالي المهنة تعطيني الدخل اللي أنا برغب فيه. أكيد سيد زهير، أنا ذكرت يمكن في عجالة كتير سريعة شيء ولمحة عن التأمين، لكن ما تعرف الجمهور بالضبط على مفهوم التأمين، لو تحكينا إيش بيعني التأمين؟ هو التأمين ببساطة يعني الـ 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 الشخص منذ القدم بيأمن على كل شيء قيمته غالية، وأغلى شيء ممكن الواحد أنه يمتلكه هو دخله. الدخل لأنه بعطيني بوفر لي التعليم لأولادي، ممكن أأمن على ممتلكاتي الغالية، ممكن أأمن زي ما تفضلتي على صوتي، المغنيين بأمنوا على صوتهم، ممكن الراقصين زي تالا مثلا بتأمن على أقدامها، وكل شيء ذو قيمة عالية بأمن عليه الشخص. أكيد نعم. أكيد. نرجع إليك رولا، أهلا وسهلا فيك مجددا. وحابة أسأل، دائما إحنا بنحاول ناخذ ميل وفي ميل، يعني ذكر وأنثى في المهنة، لحتى نشوف بالضبط ظروف عملهم هم التنين في هاي المهنة. بالنسبة إليك رولا، شو كان سبب اختيارك للعمل في قطاع التأمين؟ اختياري لهاي المهنة هي مهنة جديدة، أوكي، ومهنة طموحة. يعني فيك أنت تكوني تعرفي على ناس كتير، إذا كانت شخصيتك اجتماعية أوكي، بتحبي أنك تخلطي بالناس ويعني تكوني دائما بواجهة مع العالم أوكي، تختلطي بفئات وشرائح مختلفة من المجتمع، هاي المهنة بتقدر تعطيكي هذا الشيء، بتوفر لك كمان دخل كتير جيد أوكي. يعني دخلك أنت بتتحكمي فيه، قد ما انت كنت نشيطه وكنت مثابره بشغلك، فيك ان عن طريق هاي المهنه انك توفري دخل كويس لإلك. اكيد. رولا، حابه اسالك، في بدايه عملك في هذا المجال واجهتك صعوبات معينه او معوقات مثلا؟ طبعا كثير، منها انه يعني مهنه التامين او لما يكون وكيل تامين او التسويق بشكل عام مهنه جديده،
بتقابلها المجتمع باستياء بالبداية، يعني ما في عندنا وعي كامل أو الناس مش فاهمة شو هو تأمين أو شو الخدمة اللي أنا بقدر أخدمها لمجتمعي، شو بقدر أنا أعطيهم، شو بقدر أقدم لهم. أكيد. في البداية بعدين بتعودوا على هذا الشيء وبتقبلوا، بالعكس بيشجعوا. أكيد. قبل ما أنتقل للصبية معنا والصبيات أيضا بالاستوديو، حابة أسأل سيد زهر، قديش صار لك بهالمهنة؟ أنا صار اللي بديت من 87، يعني تقريبا 12 سنة وأربعة أشهر خمسة أشهر. يعني صار لك باع طويل في هذا المجال. نعم. ممكن. نعم. إذا تطلع أصدقائنا بالاستوديو على معلومات وافية كتير. أكيد أكيد. إذا أصدقاء المشاهدين، قبل ما نبلش إحنا وياكم بمشاهدة التقارير والكليبات اللي بتخدم فكرة المهنة، حابين ناخذ مجموعة من الأسئلة للفتي والفتيات معنا بالاستوديو، ونبلش بداية مع رند سلمان من الصف السادس الابتدائي. تفضل يا رند، شو سؤالك؟ حابه اسال سؤال، مثلا اللي بيشتغلوا بقطاع التامين، هل لازم يدرسوا مثلا الجامعه او في دورات باخذوها، وايش هي هذه الدورات؟ اكيد طبعا انا ما بعرف رند كمان، اكيد كانت تقصد هل تطور موضوع دراسه التامين من الدورات الى المستوى الجامعي كمان ولا؟ هو بالواقع الدراسه الجامعيه تتعلق بالتامين مش موجود عندنا بالشرق الاوسط. ولكن عندنا احنا بشركتنا الشخص لما يتقدم بيكون في انتقاء للأشخاص، وبكون في دورة أساسية لتدريبه على التأمين وأساسيات التأمين. أكيد. نعم. أكيد. بتابع أسئلتنا وسؤال عند، تفضل فيصل الحديد. أهلا سهلا يا فيصل، تفضل سؤالك. الشخص اللي بيشتغل بالتأمين، هل يعني بتخصص بنوع معين ولا التأمين بشكل عام كافة أنواع؟ شكرا لك يا فيصل. نسمع كثير عن مستشار تأمين أو وكيل تأمين أو مندوب تأمين، فتحدثينا رولا عن هذا المجال. التأمين له تخصصات كثير، والتأمين عالم وبحر. كل شيء بحياتنا إحنا فينا نأمن عليه، فدائما وكيل التأمين أو مستشار التأمين لما بده يبلش بهاي المهنة بياخذ دورة بالتخصص اللي بده إياه. تأمين على الحياة أوكي بيعطوه دورات، في تأمين مثلا سيارات أو تأمين الجنرال، التأمينات العام بشكل عام كمان في بكلها دورات خاصة فيها، بس معظم الوكلاء التأمين بيقدروا يعني يجمعوا بأنواع كتير من التأمين مش بنوع واحد يعني. أكيد. خصوصا إذا كان حابب إنه يطور من مستوى. بالضبط. فأكيد دائما بطلع على كل إشي جديد في هذا المجال. كمان خبرة بتيجي مع الخبرة وما تطوير المهارة نفسها من خلال العمل. أكيد أكيد. تابع أسئلتنا وسؤال عند روان حداد من الصف السادس الابتدائي. بحب أسأل إنه هل لما العمل بالتأمين بتطلب التعامل مع الناس، وبالتالي بده يكون الموظفين أنيقين واجتماعيين، هل هذا من شروط المهنة؟ سؤالك كتير حلو. فعلا في كتير مهن بنعرف عنها مثل سيد زهير إنه بتطلب الأناقة، زي مثلا مضيف الطيران كتير. نعم. بسمع في شروط معينة لازم يكون للي متقدم لهاي الوظيفة تكون موجودة عنده، موظف البنك أيضا خصوصا اللي بيشتغل بالواجهات. نعم. هل موظف التأمين أيضا مطالب مثلا بأنه يكون عنده شروط معينة من ناحية الأناقة زي ما ذكرت، وأنه يكون عنده أسلوب اجتماعي؟ نعم. هو أكيد يعني إحنا بنعتني كتير بشركتنا بالمظهر العام للشخص المتقدم لنا، وبهمنا كتير أنه يكون مظهره حسن وجيد، لأنه نتعامل بشكل يومي ومستمر مع الناس. أكيد. نعم. أكيد. بنتابع أسئلتنا أصدقاء المشاهدين، ومن بعد هذا السؤال أكيد رح نشوف إحنا وياكم كليب صامت عن هالمهنة، ولكن نشوف السؤال عند مين. عدي سمار من الصف السادس الابتدائي. أصبح الآن التأمين يشمل كل شيء في الحياة، فماذا يعني التأمين على السيارات أو التأمين على الحياة، ماذا يعني ذلك؟ حلو كتير سؤالك يا عدي. احكي لي انت بتحب السيارات؟ نعم. بتحب السيارات اكتر اشي ايش بتحب، سيارات السباق ولا السيارات العادية؟ السيارات العادية. اكيد لما بدك تكبر، مش كتير تكبر يعني، بتحرص كتير تقتني سيارة، صار. نعم. عندك سيارة، فاكيد راح يكون عندك حرص انك تأمن عليها مش هيك؟ وانت عم تسأل عن هذا الموضوع يمكن من وجهة نظرك، لانه كتير يمكن عم تهتم فيه مش هيك؟ نعم. أكيد. بنشوف سؤال مين ممكن يجاوب عليه رولا. التأمين على الحياة مثلا، لو بلشنا بالتأمين على الحياة، هو تأمين صفة كتير كتير ضروري بحياتنا أخت رولا، لأنه بتأمني يعني مش على حياة الإنسان، أنت بتأمني على دخله حتى أنه ما ينقطع في جميع الأحوال. نعم. أوكي. طبعا كمان هو وجه أنه في تأمينات تانية مثل تأمينات السيارة، البيت، الحريق،
كل إشي بحياتنا لازم يكون فيه تأمين حتى نقدر إنه يعني نواجه أي خطر أو أي صعوبة أو أي إشي مفاجئ ممكن نتعرض له. هذا التأمين بيقوم هو بسد هذا الدور، بيقوم بتغطية الأشياء اللي إحنا ما بنتعرض لي أشياء معينة يعني خارج إرادتنا، إنه هو يقدر يقوم بتغطيتها. احكي له لشو أكتر أنواع التأمين في عليها إقبال؟ أنا من وجهة نظري تأمين على الحياة. تأمين على الحياة. وبالأردن هلأ في صار إقبال كبير أو تفهم لهذا الموضوع؟ بالضبط كتير. يعني اختلف، عم بحس إنه بكل سنة بيختلف. أول ما اشتغلت من 5 سنين كتير، يعني هلأ أكتر بكتير لأنه الناس صار في عندها وعي تأميني، صارت يعني صارت تحس بالحاجة التأمينية. يعني كل إنسان فينا له حاجة تأمينية معينة. أكيد. يعني عن طريق الشركات التأمين تقدر أنت أو الوكلاء التأمين بيقدروا يحددوا لكل شخص إيش هو حاجته التأمينية. أكيد. يعني هذا دورنا. أكيد. لما أنت بشخص نقدر إحنا نعطيه الحاجة اللي هو بده إياها. أكيد. السيد زهير، ما بدي ألغي دور الضمان الاجتماعي، بديش أدخل في متاهات، وإنما حب أذكر إنه دائما كانت الناس تعتمد على الضمان الاجتماعي وعلى أمور أخرى ممكن تعتبر مش كتير عم بتلبي لهم احتياجاتهم بعد سنة التقاعد أو غيره لما يتعرضوا لموقف معين. شركات التأمين هلأ عم بتنافس مثل هاي المؤسسات؟ احنا بالواقع مش منافسين لا للضمان ولا لشيء، احنا بالواقع مكملين لبعض. ممكن الضمان الاجتماعي مؤسسة قائمة بحد ذاتها، إلها نظامها الخاص فيها اللي بتعطي لشريحة من الناس أوكي الضمان الاجتماعي في سن معين. إحنا بالواقع دورنا بيجي من خلال برامجنا مكمل للضمان الاجتماعي أو مشابه لدوره؟ هو مشابه ومكمل، لأنه في عنا شريحة من المجتمع بالأردن الضمان الاجتماعي مش شاملهم. مزبوط. فبالتالي هو اتجاههم بكون للشركات الخاصة. أكيد. وبكون طبعا هم الشخص هو في سن معين انه يطلع له تقاعد محترم. أكيد. ويستمر بحياته. أكيد. نعم. أكيد. إذن أصدقاء المشاهدين حكينا كتير وإنما شفنا قليل عن التأمين، مشوف احنا وياكم هالكليب الصامت عن مهنة التأمين وممارستها. أصدقاء المشاهدين، يمكن التقرير يلي شفتوه ما كان بحاجة للكلام أو التعليق عليه، لأنه اللي بيعمل في مجال التأمين أكيد زي كأنه بيعمل في خلية نحل، لأنه هالعمل نشيط جدا، بتطلب الاتصال المباشر مع الجمهور، بده يكون الإنسان دائما ثرثار أكثر من المطلوب لحتى يقنع دائما الزبون يمكن بوجهة نظره أو بالعرض اللي بتقدمه الشركة اللي بيشتغل فيها. أكيد العمل بتطلب مهارات خاصة أكثر من مجرد فقط أنه يكون متحدث
متحدث جيد وملم بهذه المعلومات، ممكن يكون ملم طبعا بالعمل في مجال الكمبيوتر والاطلاع باستمرار على برامج الجديدة اللي عم تطلع على الانترنت وايضا الاشياء يلي بتهمه طبعا في هذا المجال. نرجع ونواصل اسئلتنا اصدقاء المشاهدين، وسؤال عند عمر بدر صف السادس. اهلا وسهلا يا عمر، شو سؤالك؟ ساورني الفضول في الاستفسار عن إجابة هذا السؤال، وهو ما هي الأشياء التي يمكن التأمين عليها؟ نسمع أن بعض المغنيين يؤمنون على أصواتهم والرقصين على أقدامهم وعازفين البيانو الموهوب على أصابعهم، وهل يمكن التأمين على أي شيء؟ أنا عجبتني فكرة ساورني الفضول، يعني هاي يعني أهم من كل السؤال. شكرا لك، سؤالك كتير مهم صراحة، أنا حابة زيك أعرف الإجابة عليه. سيد زهير، هو بالواقع ممكن التأمين زي ما حكيت بالبداية، ممكن أمن على كل شيء ذو قيمة عالية. بيبدأ بقيمة القيمة العالية من الإنسان نفسه، تأمين على الحياة، ممكن أأمن على ممتلكاتي، بيتي، ممكن أأمن على شغلي، ممكن أأمن على أي شيء بشوفه ثمين أنا موجود عندنا احنا بالأردن هنا. طب سيد زهير، هل مثلا صدفوا أنه إجالك زبون طلب التأمين على شيء، يمكن تفاجأت مثلا يعني سمعنا على أقدامهم على أصابعهم على كذا، مثلا واحد طلب التأمين على نظارته أو شغلة شغلة معينة مثلا، فعلا ممكن أنت بتقول في أي شيء ممكن الإنسان مثلا يأمن عليها، نعم. هل شروط معينة فعلا أنت لازم تكون متوفرة عند الشخص لحتى تقبل أنك تأمن على هذا الشيء ولا لا؟ هو أنا بحديث كنت أنا والآنسة رانيا قبل شوي بتحكي لي أنا بدي أمن على أقدامي جري، لأنه أنا كثير مهم، وقلت لها أنه في عنا هذا النوع من التأمين. بالواقع التأمين على الأصوات وعلى العيون وعلى الأصابع موجود أكثر انتشارا في أوروبا وأمريكا وكندا. إحنا موجود عندنا ولكن مش بالانتشار الكبير جدا. مقايس الواحد. نعم. يعني مش مشكلة. طيب إذا بنواصل أسئلتنا أصدقاء المشاهدين، وسؤال عند شوي مرة ثانية. سناء إيش؟ سناء سلهب الصف السادس الابتدائي، بحب أسأل التأمين لأجل الحياة، نريد فكرة واضحة عن أي عمر يعني بيبدأ التأمين. سناء مستعجل، بدأ من هلأ يعني تأمل وتحضر أمورها وتجهز، والله فكرة كويسة يعني. رولا، التأمين على الحياة من أي عمر زي ما ذكرت سناء الواحد بيقدر يروح ويقدم طلب إنه بده مثلاً يأمن على حياته؟ فينا نأمن كل الأعمار، يعني الأطفال اللي بأعمارهم الأصغر شوي حتى بنقدر نأمنهم، بنعطيهم إحنا برامج تعليمية يعني أوكي، حتى نقدر إنه لما يوصلوا لعمر معين بدهم يفوتوا على الجامعة بيلاقوا مبلغ معين مع أرباحه مجهز لإلهم ما يغلبوا أهاليهم أوكي. وبنأمن طبعاً عادة إحنا بنبلش برب الأسرة، بعمود هاي الأسرة عادة إحنا بنبلش نعمل له هو تأمين، وبنقدر نأمن كل أفراد الأسرة يعني. نعم. ما في مشكلة أبداً. التأمين ببلش من أي عمر، ما في له عمر معين. أكيد. نتابع أسئلتنا كمان، أسئلة كتير حلوة صراحة مشوقة. سؤال أنا عبد الكريم البشاوي الصف السادس الابتدائي، حابب أسأل لأني بسمع عن بوليصة التأمين، ما معناها وهل كل من يؤمن يحصل عليها؟ كتير سؤالك حلو يا عبد الكريم. عبد الكريم كان سؤاله تعلق ببوليصة التأمين، كتير منا بسمع عنها، يا ترى شو المقصود ببوليصة التأمين وهل كل من يؤمن يحصل عليها؟ أكيد، هي بوليصة التأمين بنعني فيها هي الوثيقة اللي بتم الاتفاق عليها على نوع البرنامج معين بين كل شخص مؤمن والشركة، وبناء عليها بتطلع بوليصة تأمين تتشمل كل المنافع اللي اتفق عليها. نعم. جميل جدا. وآخر سؤال بنشوف عن مين آخر سؤال. بسمة الحديد السادس الأساسي، بدي أسأل عن هل يمكن تعديل أو إلغاء التأمين بعد فترة؟ يعني سؤالها كتير حلو لاسمك بسمة. سؤالها لبسمة حلو. أنا مثلا إجيت عندكم واتفقت معكم ضمن عقد معين على أساس شروط معينة، حبيت أرجع وأغير، بلزمني العقد أني ألتزم فقط بالشروط اللي كانت معني مثلا من هون لعشر سنين، ولا بقدر أغير أجدد؟ إذا تسمحي لي أنا أجاوب على السؤال هذا. هو في عنا إحنا مرور نهائي جدا بالبرامج اللي موجودة عنا وبوالس التأمين الموجودة عنا، أكيد يعني التغيير مش راح يكون مفاجئ، لأنه إحنا لما نعطي برنامج معين بكون مبني على دراسة وحاجة، فبالتالي الحالات ما بصير عندنا هاي بكثرة، ولكن يمكن إنه الشخص إنه حول من برنامج لبرنامج
بعد فترة أكيد. أكيد. نعم. إحنا يمكن انتهينا من أسئلتنا مع جمهورنا بالاستوديو، الجمهور المتواضع، لكن أكيد رح نتابع بتقاريرنا، ويمكن بعد هالتقرير نرجع وأيضا نختتم حوارنا بمجموعة من الأسئلة البسيطة. أصدقاء المشاهدين، هالمرة رح نشوف إحنا وياكم بهالتقرير الخاص بعض الممتهنين لمهنة التأمين، رح نشوف رأي كل واحد فيهم ليش اختار هالمهنة وشو أيضا عم بيعيش من أجواء خاصة أثناء ممارسته لهالمهنة. نشوف سوا. أنا اخترت مهنة التأمين لأني بعتبرها بالوقت الحالي من أفضل المهن العالمية الموجودة في الوقت الحالي، بتضلها بالدرجة أقول لي مهنة إنسانية فيها نوع كبير من الاستقلالية والأرباح المالية العالية. حققت للمهنة على الصعيد الشخصي أنه جولت كتير في أنحاء العالم من خلال المؤتمرات اللي وفرت لي إياها الشركة، عدا عن ذلك أنه افترضت أنها بالأساس مهنة إنسانية، قدمنا كثير من الخدمات الاجتماعية للناس، دخلنا السرور لكثير من البيوت، حاولنا نساعد كثير من الأسر الاجتماعية فيما لو فقد أحد منها أحد أفراد الأسرة، بحيث أنها تظل هالأسرة محافظة على وضعها الطبيعي اللي هي عايشة فيه، كانت في حالة وفاة لا سمح الأب أو أحد أفراد الأسرة. بنصح كثير من الجيل الحالي أنه يقدم نحو هاي المهنة وما يكون أي نوع من التردد عنده، لأنه في حالة ممارسة المهنة هاي رح يكتشف كل شيء اللي عم نحكي نحن بالواقع وبالطبيعة. سمحوني خلال المقابلة أنه أشتغل وكيل تأمين، لأنه وكيل التأمين فيها فلوس أكثر من أنه الوظيفة، فأعطوني الدورة ودربت في الشركة الأمريكية وعرفت أنه هاي عمل إنساني، ممكن أنه إحنا نخدم العائلات الموجودة في الأردن بحيث أنه يعني نغطي أو نعطي حماية مالية للأسر اللي بيفقد أحد أفرادها. فحبيت المهنة هذه وتعرفت كثير على الناس من خلال المهنة التأمين، وصار في عندي معارف واسعة، صار في عندي أفاق جديدة، صار في عندي حرية في العمل، كنت ملك نفسي بالعمل، وكنت يعني أستمتع في أني أعمل علاقات شخصية عدا عن أنه أعمل تأمين للأشخاص المعينين، فبالتالي كنت أحقق دخل يزيد عن الدخل اللي كنت أحققه بالسابق، أكثر من 30% من الدخل السابق. فالمهنة كثير رائدة، وأنا بشجع كل شاب انه يتدرب على انه يكون وكيل تامين، لانه السوق المحلي حاليا والسوق العالمي بيحتاج للتامين، لانه اوروبا وامريكا عم بيصرفوا 40% من دخلهم للتامين، فاحنا بحاجه في العصر العشرين انه يكون في عندنا تامينات، وهي المهنه شريفه وما فيش فيها اي شيء من الغبار. وانا بشجع كل شخص وكل فتى حتى انه يتدرب حتى يكون منتج تامين ويبني مستقبل موعود وزاهر. أكيد. إذن أصدقائي المشاهدين، استقيتوا من هالتقرير معلومات كتير مهمة، وخصوصا لكل أصدقائنا يلي حابين يمتهنوا مستقبلا الوظيفة في مجال التأمين. حابة أسأل السيد زهير، سمعنا كتير وشفنا يمكن من التقرير الخاص قديش لهم رغبة كتير فظيعة أنهم يستمروا بهذا المجال وبشجعوا الناس، إيش هي الامتيازات اللي بيكتسبها الشخص اللي بيعمل في مجال التأمين؟ امتيازات مادية، ممكن اجتماعية، ممكن معنوية، إيش ممكن توفر هالمهنة؟ هو في الواقع شركتنا في عندها ميزات كثير قيمة بتعطيها للممتهنين عندنا كوكلاء تأمين، منها ممكن يأخذ تأمين صحي، ممكن يأخذ تأمين حياة، ممكن حوادث، ممكن يأخذ عندنا صندوق ادخار بنشن تقاعد لكل المنتجين أو الوكلاء التأمين عندنا. ممتاز. بالإضافة إلى طبعا المهنة بتفتح أبواب واسعة جدا من المعارف والأصدقاء، لأن هي بالأساس خدمة اجتماعية، وكل شخص بحب أنه بطبعه اجتماعي أكيد أنه راح تكون مهنة مناسبة له. أكيد. نعم. رولا، أحكي لي هالمهنة، أنت ذكرت في بداية اللقاء أنها بتوفر مستوى دخل مناسب بأمن كرامة العيش، ممكن الإنسان يتجاوز مرحلة توفير الأساسيات إلى الكماليات حتى. بدناش نحكي بالضبط قديش الدخل، وإنما هل هو فعلا زي ما ذكرت بقدر الإنسان، وخصوصا إذا كان شاب في بداية عمله، أنه ينشئ مثلا أسرة، يبني بيت، يمتلك أشياء على مستوى ممكن بعد 30 سنة يأخذها إذا كان موظف كحيان؟ أكيد، مثل ما حكيت لك أخت رولا بالبداية، أنه يعني مهنة التأمين تعطيك الدخل اللي أنت بدك تحدديه، يعني قديش أنا بدي يكون دخلي بيكون جهدي مقابله. أوكي.
يعني مهنة ما بتأيدك بداخل معين، مثلا مثل الموظف أنا دخلي مبلغ كذا بالنهاية، لا حسب نشاط الشخص بالضبط، لأنه إحنا في عندنا نظام العمولات أوكي، فكل ما زاد أنت شغلك وإنتاجك كل ما زاد عمولاتك، فبهيك إنه العمولات بتكون جيدة يعني مش يعني مش قليلة، مرتفعة نوعا ما، بخاصة مثلا ببرامج معينة أو بأنواع معينة من التأمين، فعن طريق هيك بيقدر الشاب. وبعدين في كمان غير الدخل اللي هو بنقول له عمولات، في كمان في شركة بتعطي بونص اوكي، بتعطي بونص على اكثر من شغله، على شغلك بشكل عام، على بعدين في تطور مهني. يعني انا مثلا ما بضل طول عمري وكيله، بصير رئيس وحده، رئيس وحده اعلى مثل السيد زهير، رئيس وكاله، في كثير تطور مهني ممتاز يعني. جدا اكيد شيء مبشر بصراحه، يمكن كثير صار في من الشباب حتى مش فقط الفتى والفتيات اللي عم بتابعونا صاروا حابين هلا يتجهوا لهالمهنه. بس حاب اسال سؤال مشترك واخير، عم بتشوفوا الاتجاه كبير من شبابنا الاردنيين يعني في وعي لهالمهنه ولا انتاجيتها؟ هو نعم، أنا خلال بدايتي بالتأمين كانت قبل 12 سنة، بقدر أؤكد أنه قبل 7 سنوات تقريبا صار في إقبال كبير على هاي المهنة، لأنه شافوا شو المهنة ممكن تقدم لهم، شافوا السوق شو محتاج وحاجة السوق كمان، وصار في عنا كمان وعي تأميني. والعنصر مهم جدا أنه كل شاب خريج جديد بهمه انه يكون دخله جيد ويكون المستقبل كمان بالنسبه أكيد. له واعد ويستمر فيه كمان. سؤال اخير رولا، حاب اسالك في فائض من الممتهنين لمهنه التامين او اللي بيعملوا في قطاع التامين، ولا بالعكس انتم بحاجه ل ايضا موظفين اكثر في هالمجال؟ احنا بحاجه، في نقص في العرض اذا بالضبط. لا بحاجه، لانه التامين زي ما حكيت لك واسع اوكي، واحنا بهمنا انه نقدر نخدم كل المجتمع الاردني أكيد. يعني بدنا شباب وصبايا يخدموا بجميع انحاء الاردن أكيد. جميع يعني انحاء المجتمع الاردني نقدر نخدمه اكيد. كل التوفيق لك رولا، وايضا سيد زهير بشكركم كثير على هذا اللقاء، اكيد كانت الدردشه وافيه، ويمكن كثير من اصدقائنا صار عندهم معلومات كثير ممتازه. اذا اصدقائي المشاهدين، باختصار مهنه التامين اكيد مهنه عصريه بالدرجه الاولى، الدخل يلي بتدره مناسب جدا. بتمنى من كل طلبتنا اللي هم الان على مقاعد الدراسه يطلعوا اكثر من الناس اللي عم بيشتغلوا بهذا المجال، ممكن يسالوا عنها اكثر، ممكن ما وفينا كل الامور والجوانب، لكن ممكن يسالوا يعرفوا ايضا مستقبلها بالاردن وخارج الاردن. انا بعرف انه الاردن بقدر الانسان فيها انه يكتسب خبرات على مستوى كثير عالي، العلوم المالية والمصرفية وبشمل منها التأمين طبعا، معروفة بالأردن أنه مستوى الدراسة فيها كتير على كفاءة عالية ومطلوب جدا في الأسواق العربية، يعني ممكن تكونوا رافدين للسوق العربية. أصدقاء المشاهدين، اسمحوا لي في نهاية لقاءنا حول المهنة أشكر كل ضيوفنا اللي كانوا معنا، وهلأ بجدد اللقاء معكم وإنما في فقرة أخرى ممتعة وهي فقرة الهوايات. وموهبتنا لليوم تتعلق برقص البالي، وهي تعتبر تصنف من أحد الفنون الأدائية. رقص البالي مين منا ما بحب يشوف راقصات البالي كيف عم بيأدوا عرض كتير حلو، وخصوصا لما يوصلوا لمستوى عالمي ومستوى مشاركات كتير فعالة. الأردن دائما بتفتخر بأنها عم تنتج مجموعة من أبنائها لحتى يقوموا بممارسة مثل هاي الرياضات ممكن نسميها والفنون يلي ممكن نقدمها أيضا على مستوى عالمي. اسمحوا لي مجددا أرحب بضيوفنا حول هاي الهواية، رانيا قمحاوي وهي طبعا مديرة دائرة الرقص في مركز الفنون الأدائية التابع لمؤسسة نور الحسين، ومعنا الموهوبة تالا دجانا وهي أيضا بتأدي لرقص البالي. بداية قبل ما نطلعكم مشاهدينا على الكليب الخاص بتالا وأيضا عن رقص البالي، حابة أسأل تالا قديش عمرك هلا يا تالا؟ 11 سنة. بدك تعلي صوتك أكثر، أنا بعرف نعومين كثير اللي بيشتغلوا بالبالي بس لا بدك تكوني هلا صوتك كثير قوي. تعال احكي لي 11 سنة هلا عمرك، لكن أمتى بلشتي تتجهي لهالشغلة؟ بسن 5 سنين. 5 سنين، الأهل شجعوك ولا أنت طلبتي منهم؟ هم شجعوني وأنا طلبت. طيب بالأول كنت مع مؤسسة نور الحسين ولا كنت بمكان ثاني؟ قبل كنت من الأول أدرب مع مس رانيا بس، وبعدين جديد نقلنا على مركز الفنون. طيب احكي لي يا تالا، أنت هلأ أكيد بالمدرسة ويمكن بتطلب منك الباليه أنك تتدربي ساعات معينة بأيام الأسبوع، بياخد من وقت دراستك ولا بتقدر تنسقي؟ بقدر أنسق، تعودت. تعودتي وبتحبي كثير انت هذا المجال، بتحبي كثير يعني انك تستمري في رقص الباليه؟
توصل لمستوى نحكي تعال الدجاني الآن حصلت على الميدالية الذهبية مش هيك؟ راني أهلا وسهلا فيك مجددا. سمعت أنك حريصة جدا على المواهب اللي زي تالا وأيضا غيرها. تحكي لي شوي عن الخدمة اللي بيقدمها مركز الفنون الأدائية وخاصة القسم المعني برقص البالي، كيف صار مستوى بالأردن؟ قديش في عدد من المنتسبين له وهكذا؟ احنا زي ما حكت تالا انتقلنا جديد لمركز الفنون الأدائية بمؤسسة نور الحسين، وبنفتخر كتير بهذا المركز مشان عندنا قاعات واسعة وجميلة جدا وبمستويات عالم بمستوى العالم المطلوب فيه. عندنا حوالي 150 طالب وطالبة، بنبدأ مندربهم من 4 سنين، وعندنا هلأ لسن طالبات بيشتغلوا وبعدين بيجوا بالمساء وبيعملوا دروس رقص. وعندنا حل جديد، عملنا امتحانات لأول مرة بالأردن اللي هي امتحانات الأكاديمية الملكية البريطانية للرقص اللي هي أكثر مؤسسة معترف فيها عالميا، وقدرنا نعطي شهادات معترف بها عالميا لكل الطالبات اللي تقدموا لهذا الامتحان، وكنا كتير مبسوطين إنه كلهم نجحوا بامتياز. ممتاز جدا، فمن حق المستوى المطلوب منا. طيب راني أحكي لأكيد زي ما فهمت منك في متابعة دائما من المركز والقائمين عليه على مستوى الطلبة، وفي تنسيق دائما بينك وبين المعنيين على مستوى دولي، لكن هل في مدربين بالأردن عنا على مستوى فعلا ممكن نأمل من بعده إنه يطلع عنا يتخرج من عنا طلاب بهاي المواهب؟ حاليا كان دائما بالأردن على أنا أول أردنية تتعلم هاي المهنة. وين تعلمتيها؟ بديت وأنا عمري 11 سنة، رحت على مدرسة داخلية بإنجلترا وقعدت هناك مدة 10 سنين، فطلب مني الابتعاد عن أهلي، بس كان لي شغف ومحبة لهذا الإشي واستمريت فيه. ممتاز. وتخرجت من الأكاديمية الملكية البريطانية، فهلأ عم بحاول إنه أعطي هذا الأهمية إنه ممكن هاي الهواية تصير مهنة. أكيد. ومهنة كتير محببة إلي، بتتعامل كتير مع الأطفال والشباب اللي هو كتير كتير ممتع. ففي عنا هلأ بدينا نعطيهم امتحانات معترف بها عالميا. نعم. مشان نأهلهم إنه يقدروا مثلا يشاركوا على مستوى الأولمبياد أو كذا. أيوة. وحاليا هلأ عندي حوالي 3-4 إجت واحدة من كمان مؤسسة بريطانية وأعطتهم بعثات. فالمفروض إنه يروحوا بالصيف، وفي منها بعثة لسنة كاملة. طيب ممتاز جدا. تالا حابة أسألك، بالمدرسة صحباتك كتير بشجعوكي بيحكوا؟ نعم. باربي جيل مثلا أو شغل هيك رقصة الباليه بيكون عندها مرونة كتير فظيعة، يعني أنا بحسدكم، بيحكوا لك هيك؟ إيش بسموكي بالصف؟ سموني تالا. تالا بس ما بيحكوا لك إشي تاني اسم خاص فيك هيك؟ طيب يا تالا هلأ شو رأيك إحنا وكل ضيوفنا بالاستوديو قدر مشاهدينا نشوف العرض الخاص مقدم لرقص الباليه ولإلك أيضا، نشوفه سوا.
ممتاز جدا، ممتاز يا تال. اكيد هلا في كثير اطفال قدك صاروا غيرانين، بدهم يصيروا بسرعه يروحوا هلا يشوفوا كيف بيقدروا يشتركوا مثلا بمركز الفنون مؤسسة نور الحسين، فتحكي لهم رانيا كيف بيقدروا ينتسبوا، شروط الانتساب، في رسوم معينة مثلا، بالضبط هاي التفاصيل. احنا نبدأ عادة مع بداية السنة الدراسية لسنة مكتملة، فبنضم إلينا هلا احنا طبعا بآخر السنة وعندنا عرض، عرضين رح نقدمهم، واحد ب 19/20/5 وواحد بشهر 6 اللي هم يفرجوا الأهالي إيش تعلموا أولادهم بهذه المرحلة. بيقدر يبدوا بيحكوا معنا على المركز، كل شخص بإمكانه أنه يلتحق بدائرة الرقص. بس بتفضلي أي سن مثلاً؟ هل في وزن معين، لياقة، شروط لياقة؟ يعني بتفضلي أنك مثلاً يكونوا ضمن مجموعتك؟ أكيد يعني في عنا طبعا شروط، بس هاي الشروط لبين عمر 4 و8 سنين ما بتقدر تفرضيها، مشان الطفل نفسه لساته أولا صغير ما بقدر يفهم ليش مثلا ممكن تقولي له أنت ما بتقدر تلتحقي بمركز الفنون. فهذا كتير مهم إنه نضلنا نشجع الأطفال، وبعدين كل ما كبروا كل ما صارت الأشياء الأمور جدية أكثر طبعا، بعدين بنحط يعني القوانين اللي لازم الصارم لازم كله يلتزم فيها. فبنرحب بجميع طبعا، واهلا وسهلا بكل من بالنسبه للرسوم، هل بامكان كل المنتسبين انهم فعلا يلتحقوا رسوم؟ هل هي مقبوله؟ هل هي على مستوى؟ هي مقبوله جدا، بقدر احكي لك اياها. تفضلي. هي 70 دينار لمده 3 اشهر. في كمان كم ساعة تدريب بالأسبوع؟ في عنا بيعتمد على أي يعني مستوى هم. في طبعا من 45 دقيقة لساعتين الحصة يومين بالأسبوع. وكتير عنا كمان إذا منلاقي أنه الطالب الملتحق أو الطالب الملتحق عنده موهبة خاصة بنعطيهم بعثة كاملة، بنغطي احنا كالمركز. إذا بتستثنوا موضوع الرسوم بتصيروا أيوة انتم تشرفوا على موضوع، احنا بنشرف على الموضوع شخصيا. ممتاز جدا، طبعا هذا الشيء بيشجعهم، واكيد اللي زي تالا بدها تشجيع كمان. تالا احكي لي انت وصحباتك بالبالي، بتحسوا انه الناس حواليكم بالمجتمع الاردني عم بيقدروا هذا الشيء ولا لسه جديد عندهم؟ لا حس يعني وقت مؤتمر الأطفال العرب بيكون مليان، كتير ناس بيجي وبتشجع وبيحضروا، ودائما بيكون في ناس متشجعين يحضروا. في كتير من صحباتك بيقولوا كيف تقدري تعملي هالأشياء وبطلبوا منك بالصف لما ما تكون المس موجودة تعملي حركات مرات. طيب إذا أصدقاء المشاهدين يمكن تعرفنا شوي مش كتير عن البالي، لكن يمكن صار عندكم فكرة كيف ممكن تنتسبوا لمؤسسة نور الحسين وخاصة مركز الفنون الأدائي. تشوفوا كمان سترانيا قمحاوي أكيد رح تطلعكم أكثر على معلومات كتير وافية، ممكن تعطيكم بروشور أو شغلات تانية ممكن تفيدكم، ممكن تتوجهوا إذا لهذا المركز. أصدقاء المشاهدين وصلنا معكم لآخر دقيقة من وقتنا ببرنامج بكرة إلنا، اسمحوا لي أرجع وأشكر مجددا ضيوفنا اللي كانوا معنا بالاستوديو حول المهنة، مهنة التأمين، وكان معنا السيد زهير عميش، شكرا لك كثير وأهلا وسهلا فيك. رولا صبيح شكرا كثير يا رولا، وأيضا رانيا قمحاوي شكرا لجهودك ومبارك إن شاء الله. وتالا بتمنى دائما أشوفك عن جد قريبا هيك حاصلة على ميدالية ذهبية، بديش برونزي، ذهبية مصرة أنا. شكرا يا تالا. وأيضا كل الفتي والفتيات اللي أداروا حواري كثير حلو من مدرسة الرائد النموذجي، شكرا كثير على بوكي الوردي اللي قدمتوا لنا اياه. اصدقاء المشاهدين ان شاء الله نلتقي فيكم في حلقة جديدة، مهنة جديدة وهواية جديدة من بكرة إلنا. الى اللقاء.